قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيها خلاف بين العلماء. البعض يقول رؤية هلال بلد يلزم باقي البلاد أن يعملوا بهذه الرؤية، على أساس أن هذه الأمة أمة واحدة، وإن اختلفت دولهم وإن اختلفت أقطارهم. والرأي الثاني يقول لكل أهل قطر رؤية يعملوا بها، والخلاف في المسألة سائغ. لكن إذا كان الخطاب سيتوجه للمسؤولين بدار الفتوى غير ما يكون الخطاب متوجه للشعب، فكثير من دكاترة الأزهر في مقالات في الصحف الدورية خاطبوا دار الإفتاء وقالوا اتقوا الله في هذه الأمة، اتقوا الله في هذه الأمة ولا تشطروها، لا تجعلوا بعض الدول يفطر في يوم وفي نفس اليوم دول أخرى تصوم، وحدوا المطلع واجعلوا مرصد ينظر لسائر الدول، إن شاء الله يكون من كل دولة مندوب في هذا المرصد الذي يرى الهلال. هذا حينما يكون الخطاب للمسؤولين بدار الإفتاء، يقول لهم اتقوا الله في هذه الأمة ووحدوها، ومن السهل توحيدها مع سرعة أدوات الاتصال. يعني كان زمان الخبر في الشام يصل إلى المدينة بعد شهر، دلوقتي في لحظة ألو الخبر وصل، أصبح العالم كله كقرية واحدة. لذلك اتحدت الآفات في جميع الدول بسرعة الاتصال. ومما قالوه أيضا، لا يتصور أن مثلا بلد زي السلوم تصوم مع أسوان، جنب منها بنغازي بتخلفها مع قرب المسافة، ومع أسوان مع بعد المسافة، لأن دي أصبح لها مطلع ودي لها مطلع ودي لها مطلع ودي لها مطلع. هذا إذا كان الخطاب لدار الإفتاء والمسؤولين. الرأي الثاني بيقول إيه؟ الرأي الثاني بيقول لكل أهل بلد رؤيتهم. وهل هذا الخلاف سائغ؟ نعم، الخلاف سائغ في المسألة. والشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة في التعليق على فقه السنة عرض الآراء 1 2 3، وبعدين قال مع أن الأمر سائغ أن يكون لأهل كل بلد رؤيتهم، إن لم تتوحد المطالع، إن لم يتم هذا النظام على مستوى المسؤولين، فلكل أهل بلد رؤيته، لأن الخلاف في المسألة سائغ. ويرى الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة إن أهل كل قطر يعملوا برؤية القطر ده. لماذا؟ لأن لو حصل عكس كده هتبقى فتن. كيف الفتن؟ ستجد في المدينة الواحدة جماعة بيصلوا العيد وبيكبروا، وجماعة تانيين صايمين قاعدين في البيت. فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة. فدرء هذه الفتنة بالاجتماع على عمل الخلاف فيه ساغ أو لا، عند مين؟ عند الشيخ الألباني. هو ده فقه، سميه فقه الواقع، الفقه العملي، الفقه، هو ده الفقه. بل ستجد في كل بيت بعضهم صايم وبعضهم بيحنس ويشرب وياكل. فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة. طب لما يكون الخلاف سائغ في المسألة ويتوحد أهل القطر الواحد وتدرأ الفتنة، هذا هو الأولى عند الشيخ الألباني وعليه العمل إن شاء الله. أنتم زدتم ليلة في القيام،
ان شاء الله في ميزانكم هترجح، وليله في القيام زياده احسن من ليله ناقصه في القيام. والله انها لسعاده، وانها الجنه قبل الجنه، انها لسعاده لو يعلمها الملوك وابناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، يسيبوا الكراسي وييجوا ينفسوا العباد في عبادتهم لو يعلموا ما فيها. وان في الدنيا جنه، من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. انها هي سعاده الروح وبهجه الروح وسعاده النفس مع الرب سبحانه وتعالى. انتم زدتم ليله في هذه السعاده وفي هذه الراحه. اما بالنسبه للعيد فاحكامه معروفه لدى الاخوه ان شاء الله، ان الافطار قبل الخروج، والتكبير من صلاه من الفجر الى المصلى الى انقضاء صلاه العيد، والخروج من طريق والرجوع من طريق اخر. والعيد طبعا مناسبه لصله الارحام والتصافي بين الناس، وهو عيد لمن أطاع وليس عيدا لمن عصى، إنما هو عيد في الحقيقة لمن اجتهد وليس عيدا لمن قصر. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.